هنتكلم على مشكلة للرجالة والسيدات كمان، مشكلة الحاجات اللي بتظهر حوالين، المشاكل كلها اللي بتظهر حوالين العين، سواء هالات سوداء، انتفاخات أنا أسفة، ترهل في الجفون. والفكرة إن لما بيظهر المشاكل دي شكلنا بيبقى أكبر في العمر، شكلنا بيبقى تعبان، ونفسيتنا كمان بتبقى تعبان لأن العين هي اللي بتنور الوش كله. للأسف الحلول السطحية تكاد تكون نادرة لحد النهاردة ولحد ما قبل أتكلم مع ريهام، لأن يمكن نلاقي حل تاني. والتجميلية موجودة بس مثلا حاجة زي الهالات السوداء صعب حاجة تجميلية تشيلها. فالنهاردة هنتكلم عن إزاي نقدر نعالج المشاكل دي بكريمات سطحية، النتائج اللي بنوصل لها عشان كلنا حياتنا تبقى أحسن. ضيفتي النهاردة هي خبيرة التجميل والموضة ريهام جهاد. مساء الخير ومنوران يا ريهام، ومعانا كمان مريم. مساء الخير مريم. ريهام، يعني النهاردة لو لقيت لنا حل في الموضوع ده، يعني أنا أول واحدة هشتري كريمات، ده عبارة عن هتحل لنا الأزمة دي إزاي ريهام؟ ده بيحل تقريبا 50% من مشكلة الجفن المترهل. طيب، هو انستنت اي ليد ليفت، انستنت فوري زي ما اتفقنا، بعد ربع ساعة مفعوله بيشتغل. أوكي. بيقعد قد إيه؟ 8 ساعات مع الاستخدام المتكرر، بعد فترة بيدينا إيفكت حلو قوي. كام في المية تقريبا ريهام؟ الانستنت لايك مثلا 50%، يعني 47% ل 50% على حسب الاستجابه. ده الفوري. وعلى المدى الطويل على اللونج راند برضه بيدي نفس النتيجه. طب ده اه بالظبط، بس 6 شهور 7 شهور تبتدي النتيجه تظهر. طب ريهام، يعني مكوناته ايه اللي تعمل السحر ده؟ هايلورونيك اسيد برضه، هاي تك هايلورونيك اسيد في كل حاجه، في الكريمات، في كل الكريمات، في الميك اب لازم الهايلورونيك اسيد اللي هو بيحارب التجاعيد والخطوط اوريدي اللي ظهرت، بلس مستخرج منه ماده طبيعيه من قصب السكر، بتعمل زي شبكة. أوكي. ليه؟ لأن منطقة العين بنستخدمها كتير في الإكسبرشن، بنرفع حواجبنا، بندهش، بنبص يمين، بنبص شمال، فلازم بنقوي شبكة العضلات اللي أوريدي عندنا، فبتشد لنا الجفن. لو مثلا ساعات في ناس بيحسوها قوي لما يجوا يحطوا آي شادو بينمع، فاكرة موضة الآي شادو اللي بينمع اللي تحت الحواجب؟ كان أول ما تتحط لو في أي ديفو في الحتة دي بيبان. ده لطيف جدا، بيتحط يعني الباكينج بتاعه ظريف قوي. مبدئيا زي ما اتفقنا منتجات هاي تك مش معموله ان احنا نفتح علبه الكريم ونحط ناخد بصبعنا ونحط، لا الباكينج ذكي جدا وبيخليه ما فيش جراثيم تحصل فيه، وبيخليه يستخدم كل نقطه فيه. بالظبط بالظبط. طب ريهام قولي لي حاجه، عايزه تحطي لي الموديل؟ طب نشوف أنا طريقه الحط. هو بيداس يعني اكني هعمل كريم كده، عشان هو بس لسه يعني جديد. اهدرتي بالكريم دي اهو. يعني هو كده بيطلع هنا نقطة. ريهام الكريمات دي غالية ريهام. ايوه دي قاعدة بتتعمل على الأرض دلوقتي. ما هو عشان لسه جديد فالباكينج مليان. مهمة قوي طريقة الحط يا ريهام، صح الوضع؟ قوي قوي، لأن الإيفنت اللي فات كان يوم السبت، كنا عاملين إيفنت لطيف قوي، كان في سيف المرغني. كان أغلب الناس اللي جت كان عندها مشاكل حقيقية في عينيها، الجفن وتحت العينين. دي طريقة حطه، بندوس. أوكي. وطبعا هو على الجلد مش هيطير البرودكت، وبعدين مش بإيدنا لا لا، ده مور هايجينيك ولطيف، وهو فوق بس يا ريهام. الجفن ده، ومش على الجفن المتحرك، الجفن اللي فوق، الجفن الثابت بالظبط، يتحط حته صغيره وتقعدي تدلكيه كده. بالظبط. طب قولي لي حاجه ريهام، لما انا استخدم حاجه زي كده عادي ما استخدمش الاي كريم بتاعي ولا اي حاجه واحط ميك اب مفيش اي حاجه؟ هو من مميزاته ان هو برايمر هايل الميك اب، بيحافظ عليه الثمان ساعات بتوعنا. احنا لينا 8 ساعات منتجات سندريلا هاي تك، منتجات سندريلا، بحطه فوق الميك اب وكل حاجه قبل الميك اب. انا عارفه احطه فوق الميك اب مفيش اي مشاكل خالص. لو احتجت اكرر تاني هحطه وهحط عليه ميك اب، يعني مثلا لو خارجه اكتر من 8 ساعات مثلا 16 ساعه ولا حاجه، ممكن في وسط اليوم كده احطه واحط عليه اي شادو تاني عادي، وهيشتغل، هيبان النتيجه بتاعته بعد 15 طب دقيقه. والناس اللي هي مش عايزه او مش عايزه الانستنت افكت، يعني اللي هي بتستخدمه كتريتمنت، اوكي، بتستخدمه كام مره في اليوم؟ يعني مره بيبقى لطيف مره واحده بالليل مثلا قبل ما تنام. بالليل افكتيف اكتر. بالليل. وبيقعد قد ايه ده يا ريهام؟
بيقعد الباكينج يعني معانا بتقعد قد ايه؟ لو كل يوم هتقعد معانا مثلا 5 لـ 6 شهور. لان هي الـ 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 الكميه اللي بتخرج هي بس اللي بنبقى محتاجين نستخدمها، ما بيبقاش اكتر يعني. لا بصراحه لو هو يحل فعلا 50% من مشاكل ده الانستنت واللونج رانج بتقولي بيحل 50 طبعا يعني يبقى يعني اللي عندهم ارتخاء ومشاكل لان مفيش اي كريم تاني بيعمل كده. وزي ما انت قلتي يا ريم الحل الوحيد هو عمليه، عمليه لان احنا نوصل ان شاء الله نوصل ل 30 حتى يعني تبقى حاجه جميله.